الأجنبية. أعتقد مع وجود حالة استقرار في الفترة المقبلة أو على مدار ال3 شهور القادمين، خاصة مع تطبيق أول خطوة في برنامج الدكتور محمد مرسي وهي الميت يوم أو برنامج الميت يوم الأولى، أعتقد إن احنا هنشوف استثمارات أخرى بتتشجع للدخول في السوق المصري. نعم، طيب فيما يتعلق بالاستثمارات وحتى بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، هل برأيك يعني عندما وصلت مصر إلى إعلان رئيس مدني جديد، هل برأيك الاستثمارات الأجنبية ستبدأ حاليا بالدخول للسوق أم سنبدأ عربيا أكثر أو خليجيا، ومن ثم ممكن أن نرى هذه الاستثمارات الخارجية؟ من المتوقع ان احنا نشوف استثمارات عربية، يمكن هي اللي هتبتدي تتوجه بصورة مباشرة في الفترة القادمة، نتيجة ان اغلب المستثمرين العرب الموجودين بالمنطقة اعلنوا خلال الفترة الماضية ان هم على استعداد للدخول السوق المصري والاستثمار في عدة قطاعات، كان اهمها قطاع السياحة، قطاع العقارات، المقاولات، قطاعات أخرى كتيرة، قطاعات البتروكيماوية، ولكنهم كانوا في انتظار انتخاب رئيس للدولة ووجود استقرار. أتوقع مع تعيين الحكومة الفترة القادمة المتوقع يتم تعيينها خلال الأسابيع القليلة القادمة، واللي بدأ الرئيس في الفترة يعني في خلال اليومين اللي ابتدى فيهم توليه منصبه المشاورات وبشأن تشكيل الحكومة، أتوقع أن ده هيزيد الاطمئنان عند المستثمرين العرب، وأتوقع أن احنا نشوف يمكن موجة استثمارات عربية من الدرجة الأولى في الفترة القادمة للدخول، وبعديها استثمارات أجنبية أو خارجية مرة أخرى. نعم، طيب فيما يتعلق بوضع الشركات يعني التي نراها حاليا في صدارة الأكثر نشاطا وهذا الارتفاع القوي، هل برأيك هذه الشركات متى من الممكن أن يهدأ عليها؟ يعني هل هناك من مستويات مقاومة قد نراها لهذا النوع من التداول؟ يعني هو سيكون تداول استثنائي ومرحلي. خلينا نقول ان عملية الهبوط القوية اللي مرت بها البورصة خلال ال3 أسابيع الماضية او الشهر الماضي، هبطت بالبورصة لمستوى ال4000 تقريبا، اقتربنا مستوى ال4000 نقطة بالنسبة لمؤشر الاي جي اكس 30، وكنوع من الحركة التصحيحية على مدار الجلسة الماضية وجلسة اليوم المؤشر ابتدى يقترب من منطقة مقاومة عند منطقة ال4600، ممكن نشوف حركة تصحيحية ولكن لا اتوقع ان هي تكون حركة قوية، ممكن نبتدي المؤشر نلاحظ هدوء في التعاملات عند منطقه ال4600، تصل بالتعاملات لمنطقه ال4500 4450، ثم يعاود المؤشر صعوده مره اخرى، لاني شايفه ان اغلب الاسهم القياديه كان عليها اخبار ايجابيه جدا ولكن لم يتم الاستفاده من هذه الاخبار، في سيوله كبيره جدا كانت محتجزه في السوق ولم يتم استثمارها خلال الفتره الماضيه، هنقول مش استثمارات بقى خارجيه، لا دي فلوس وسيوله موجوده فعلا في السوق نتيجه عمليات البيع والاستحواذات اللي تمت الفتره الماضيه، سواء عمليه بيع موبينيل اولمبيك، في سيوله كبيره جدا موجوده في السوق ولم يتم استثمارها. اتوقع ان احنا نبتدي نشوف استثمارات جيدة جدا من جانب المستثمرين ومن جانب الصناديق المصرية نفسها قبل الصناديق العربية، هيتم استثمار سيولتها في السوق خلال الفترة القادمة. طيب هل من تطورات سنراها على وضع البورصة، هل هناك من إجراءات وقرارات كانت مؤجلة سوف نراها حاليا تطبق في البورصة؟ في الحقيقة ما زالت البورصة من بعد ثورة 25 يناير على مدار العام الماضي تسير بالإجراءات الاحترازية من إلغاء عدة أدوات كان بيتم التعامل بها في البورصة المصرية. أتوقع خلال الفترة القادمة أن يتم بقى مع وجود الاستقرار ومع وجود سيولة داخل السوق وزيادة حجم التداولات، أتوقع مرة أخرى عودة هذه الأدوات. طبعا بنطالب الناس المسؤولة بزيادة الأدوات المالية أو بزيادة الأدوات الاستثمارية اللي موجودة في البورصة لجذب نوع جديد من المستثمرين، كل ده هيساعد على تنشيط البورصة وزيادة عمق.